مساء الخير. يتهمه خصومه بأنه بدأها بتلبيس الثورة لبوس أفكاره السلفية الجهادية، ويحاول إنهاءها بإمارة يأمل تحقيقها في مناطق قدمت الدماء لتكون حرة محررة. عبثا يحاول، هكذا يقولون. هو الجولاني أبو الفقراء المحسن الذي لا يبخل بالغالي والنفيس، مليون دولار قدمها بالأمس لأهل المخيمات. آلاف التعليقات من أبناء الثورة جاءت تقول هو عطاء كل السراق وشذاذ الآفاق. قالوا أيضا قاسمنا سرقة لقمة عيشنا في معابره وإتاوته وحسبته ليتمننا علينا بها. وبيت مال المسلمين المستباح ممن تلطخت أيديهم بحرام الدم قبل حرام الدراهم والدنانير. يبدو أن شعبية الرجل باتت في الأرض. بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن هيئة تحرير الشام النصرة سابقاً قتلت منذ تأسيسها عام 2012 قتلت أكثر من 500 شخص، بينهم 71 طفلاً و77 امرأة. التقرير خلص إلى أن معتقلات الجولاني تمارس كل أنواع التعذيب الجسدية والنفسية، وبأن محاكمه هي محاكم ابتزاز وتهديد لا تملك أي معايير قانونية أو مرجعيات قضائية. القضاة يتم تعيينهم من طلاب شرعيين ينتهجون فكر الجولاني وعقيدة هيئته. حتى ما تسمى بحكومة إنقاذ هي جهة تنفيذية للعسكر. فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة المستقل أصدر توثيقه لعام 2021 محصياً قتل عناصر الجولاني ل17 شخصاً بينهم 5 أطفال في عام واحد. أيضاً بلغ عدد المعتقلين والمحتجزين قصراً بحسب الفريق 139 شخصاً. عقد من الزمان وما زالت التوثيقات ومقاطع الفيديو والروايات الصادمة تتصدر أخبار الثورة. هل تطبع المجتمع الدولي والضمير الإنساني بها وأصبحت اليوم بلا جدوى؟ نسأل لأن الثورة السورية كانت الأكثر توثيقاً في التاريخ والأقل تأثيراً أمام انهيار المعايير الدولية الإنسانية منها والحقوقية. إلى أين ستصل بنا كل هذه التوثيقات؟ وما الفائدة المرجوة منها مع سلطات الأمر الواقع؟ نحن لا نتكلم هنا عن انتهاكات الجولاني وزمرته، بل عن كل الأطراف. إلى أي مدى يمكن لمثل هذه التقارير أن تكون ذريعة للمحتل الروسي لتعزيز وصفه لها بأنها منطقة تحت حكم الإرهاب؟ وكيف يتم الفصل في ذلك أمام المحافل الدولية التي تقدم لها هذه التقارير؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ومناقشة محتوى التقريرين نستضيف كل من فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان معنا من الدوحة، وعاصم زيدان مدير فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة من أنطاكيا، وأيضا عباس شريفة الباحث في مركز جسور للدراسات معنا من اسطنبول. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. دعونا نتابع معا التقرير التالي ونعود للنقاش. تستمر هيئة تحرير الشام بارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها. وفق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن الهيئة قتلت منذ تأسيسها في كانون الثاني 2012 حتى نهاية عام 2021 ما لا يقل عن 505 أشخاص، بينهم 71 طفلا و77 امرأة، 28 منهم قتلوا تحت التعذيب، فيما لا يزال 2327 شخصا تحت الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري. التقرير الذي جاء في 62 صفحة أورد خلفية موجزة عن هيئة تحرير الشام النصرة سابقا، وتحدث عن واقع الحقوق والحريات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما فصل في النظام القضائي وجهاز الحسبة لدى الهيئة، وتحدث عن مراكز الاحتجاز التابعة لها، إضافة إلى أساليب التعذيب التي تمارس في هذه المراكز، معتمدا على فريقه في عمليات رصد وتوثيق يومي مستمر. طبقا للتقرير، فإن الجهاز القضائي لدى الهيئة مكون من أجهزة قضائية عديدة تكاد تكون منفصلة عن بعضها البعض ولا يوجد تنسيق بينها، كما أنه لا يستند إلى أحكام ولوائح قضائية محددة ومعروفة.
سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول 2021. رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا. وطبقا للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حد ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها نظام أسد في مراكز احتجازه. تحدث التقرير كذلك عن أن المرأة السورية تعاني في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام من التمييز السلبي تجاهها بشكل عام. وقد وثق التقرير تعرض العديد من النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام للتضييق والترهيب لدفعهن إلى التخلي عن عملهن. ارتكبت هيئة تحرير الشام وفق التقرير انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة. فريق توثيق انتهاكات جبهة النصرة قال في إحصائية له إن عناصر الجولاني قتلوا 17 شخصا خلال العام المنصرم 2021، بينهم 5 أطفال، فيما تعرض 139 مدنيا للاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون. قبل أن نبدأ بالنقاش في هذه الحلقة، يجب التنويه بأننا تواصلنا مع هيئة تحرير الشام للمشاركة في هذه الحلقة، ونقلا عنهم حرفيا يرفضوا المشاركة لأننا نصر، يتهم أورينت بأنها تصر على عدم المهنية، وبأن أورينت تتبنى رواية الروس بوصف الفصائل بالميليشيات. هذا كان رد هيئة تحرير الشام على المشاركة في هذه الحلقة. أستاذ فضل، أبدأ معك يعني حول هذا التقرير، ما هي أبرز الانتهاكات التي جاءت فيه وما هي أهمية هذه التقارير؟ يعني هذا التقرير نحن عم نشوف بالفترة الأخيرة أنه في محاولة لإعادة يعني تأهيل هيئة تحرير الشام، وايضا انه في اقوال انه بدمج بعض الفصائل معها وما الى ذلك. فنحن هون نحن اصدرنا، يعني هذا مو اول تقرير بنحكي فيه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، اصدرنا تقارير سابقه عن حوادث متعدده، وايضا دائما هو متضمن لانه نحن وقت نصدر تقارير بنحط فيها كل الاطراف. بس هذا التقرير صار لنا فتره منيحه طويله، اكثر من عام عم نشتغل عليه، ولأنه في صعوبات كثيرة واجهتنا نتيجة القبضة الأمنية الشديدة اللي عم تمارسها هي تحرير الشام بالمناطق يعني اللي عم تسيطر على يعني عليها، خاصة بالتعرف على مقرات مثلا وأسماء مراكز الاحتجاز مثل ما ذكر التقرير. وأهمية هذا التقرير هو أنه نحن اوكي، هي تحرير الشام مثل ما بتعرفي حضرتك هي انشئت ببدايه او تالفت ببدايه 2017، بس هي وانا يعني مع اللي عم يقولوا انه صار في تغيرات، نعم بالخطاب وحتى بتختلف هي بشكل كبير عن جبهه النصره، لكن احنا هذا التقرير هو ما نو تقرير سياسي ولا تقرير يعني سيسيو اجتماعي او ما الى ذلك لحتى ارصد انا هي التطورات. نحن هذا تقرير حقوقي، وبالتالي نحن عم بنشوف انه شو هي الممارسات اللي ما زالت مستمره والقائمه وبشكل انتهاكات كبيره وصارخه لحقوق الانسان. طيب ساعود الى هذه النقاط وسنفصل بها استاذ فضل، ولكن دعني ارى ايضا عاصم زيدان والتقرير الاخير لتوثيق انتهاكات جبهه النصره سابقا هيئه تحرير الشام حاليا. ما هي ابرز الانتهاكات وايضا ما هو الهدف من تقريركم؟ نعم، أبرز الانتهاكات اللي عم ترتكبها هيئة تحرير الشام هي بحق المدنيين، وجزء منها بحق الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المجال المدني، وآخرون من يسكن في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. أيضا القتلى هم مدنيون من بينهم أطفال،
ونساء. نحن نحاول بهذه التوثيقات أن نقول للجولاني ولهيئة تحرير الشام ولهذا التنظيم أنهم هم مجرمون، حتى ولو حاولوا أن يوجهوا خطابات رنانة، حتى ولو حاولوا أن يتقربوا من المدنيين كما ذكرت في بداية الحلقة. الجولاني اليوم يظهر بين النازحون في المخيمات، يوزع عليهم بعض الأموال التي سرقها، وهي أيضا هذه الأموال حصل عليها بانتهاكات لهؤلاء الناس الموجودين في هذه المنطقة. نحن لا نريد أن يظهر هذا الجيل على منظر الجولاني الحالي وهو بطقم رسمي وبدون حجاب لرأسه، وأنه الشخص المتحضر والمتقدم طيب، وغير ولكن إرهابي. بهذه النقطة أستاذ عباس، ألا ترى بأن هيئة تحرير الشام حاليا، النصرة سابقا، هي فعلا تحاول أن تواكب التطورات، أن تحتوي المجتمع أكثر؟ بداية تحية للأخوة المشاهدين وضيوفك الكرام. لا شك أن تحرير الشام قامت يعني بالعديد من التحولات المهمة في العلاقة التنظيمية مع تنظيم القاعدة وقطعتها على مستوى الخطاب وعلى مستوى السياسات والعلاقات، أيضا فتح العلاقات الإقليمية والدولية. لكن تكمن أزمة تحرير الشام في ماهيتها، في البنية الأمنية التي تقوم عليها، لأنها تريد أن تحافظ على وجودها وعلى وجودها في السلطة، تريد أن تحافظ على السلطة وتريد أن تكون مقبولة من الشعب الحاضنة والمجتمع الدولي، وهذا لا يتأتى بدون أن يكون هناك موافقة شعبية على سلطة تحرير الشام. يعني دائما هي تضع، يعني هل ترى بأنه البنية الأمنية لهيئة تحرير الشام، هيئة تحرير الشام فقط تتفرد بها دونا عن باقي الفصائل؟ ميزة تحرير الشام أنه هي تتمتع بالمركزية، يعني هي تسيطر على المنطقة كلها بقرار مركزي بجسم واحد وبقرار واحد. يعني أما في الحالة الفصائلية طبعا هناك تداخل، لا يوجد هذه المركزية، لا يوجد هذه الإدارة التي يعني تدار بطريقة واحدة أو بقيادة واحدة، الأمر هنا مختلف. إذن في حالة تحرير الشام هناك عندنا جسم أمني يتعامل مع الحاضر، يتعامل مع المجتمع المحلي الذي يريد أن يحكمه، رغم أنه هو وجه أو صدر حكومة مدنية سماها حكومة الإنقاذ، لكن لا يزال التعامل الأمني، لا يزال هناك اعتقال على مجرد إبداء الرأي أو أي عمل تعتقد تحرير الشام أنه خطر على سلطتها بيكون هو عمل مجرم. وهذا يعني بالنهاية أن أريد أن أصل لقضية أن هناك إدارة أمنية، وما لم تخلص تحرير الشام من الطريقة الأمنية في إدارة المناطق المحررة واستقلالية تحقيق استقلالية القضاء ومدنيته وعدم التدخل وعدم الاعتقال التعسفي بدون محضر مذكرة إحضار وجود جهة ادعاء، فهذه الانتهاكات على ما يبدو ستستمر، لأنه هي من عوامل البنيوية مثل الأنظمة الاستبدادية والأنظمة الفاسدة. طيب، بهذه النقطة، نقطة الانتهاكات، أستاذ فضل، عن القمع، لأنه نعم وضحت النقطة سيد عباس. أستاذ فضل، هل تتفرد هيئة تحرير الشام بهذه الانتهاكات وتترفع باقي الفصائل والمناطق، يعني بحكم التوثيقات المتوفرة لديكم؟ يعني هي الانتهاكات تقريبا مختلف اطراف النزاع تقوم بارتكابها، هلا اكثر جهه بترتكبت انتهاكات هو النظام السوري. نحن هذا التقرير بس عم نحكي فيه عن هيئه تحرير الشام، في طبعا يعني احصائيات ورسومات بيانيه على الموقع بتقارن قديش النسبه والتناسب بالانتهاكات الرئيسيه اللي هي القتل، الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، فبتقارن بنشوف نحن النسبه والتناسب مع الباقيين. طبعا هي المقارنه هي مقارنه اجتزائيه فيني اقول، لانه يعني لعده اسباب، يعني انه طبيعه السيطره، طبيعه مدى قوه هي الجهه، وربما لو انه هي الجهه كانت مكان هي الجهه ارتكبت مثلها، فلهيك انا عم اقول مقاربه اجتزائيه. لكن بدي ارجع لسؤال حضرتك واللي هو عن الانتهاكات اللي التقرير حكى عنها واللي هي كثيرة جدا، من قتل خارج نطاق القانون. هذا بينقسم لشقين، في شق ضد
طرف آخر من النزاع، وفي قتل ضمن المنطقة المسيطرة عليها، وهذا بيكون انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. أيضا ما زالت مستمرة عمليات الاعتقال اللي هي أقرب للخطف، أقرب لسياسة النظام، لأن القضاء هو مانو مستقل أبدا، هو قضاء أيضا واجهة شكلية مثل القضاء أيضا عند النظام تقريبا. وبالتالي هي كلها عمليات احتجاز تعسفي عم تتحول لاختفاء قسري، وهدول ما عم نعرف مصيرهم، وقسم منهم أيضا عم يموت تحت التعذيب، وعم تتمارس أساليب تعذيب يعني قريبة إلى حد ما مع أساليب تعذيب النظام السوري، واللي التقرير تحدث عنها. أيضا عم نحكي عن سياسة إنه مش اعتقال، قبل الاعتقال بيجيبوا الشخص واللي هي الاستدعاء، وهذا الشخص غالبا بعد هذا الاستدعاء هو تقريبا نشاطه عم ينتهي، لأنه هون عم يتم تهديده. وحكينا عن حصيلة هاي حالات الاستدعاء، انه كمان هن ما بيعودوا مضطرين لانه هن يعتقلوا ويتسجل هذا الاعتقال او الاختفاء القسري او التعذيب ضدهم، بس بنفس الوقت هذا حقق الغاية اللي هن بدهم اياها، ما عاد في نقد. لهيك نحن ما عم نشوف نحن حدا يجرؤ على، ما في اعلام حر، يعني ما في حرية تعبير. طبعا التقرير ايضا تحدث عن الممارسات تجاه والنظرة للمرأة، والممارسات اللي يعني الظلامية اللي بتتمارس بحق المرأة، والانتهاكات ضدها لحد الان هي العقلية. وايضا تحدثنا عن الفكر ونشر هذا الفكر الايديولوجي، وخاصة بين الاطفال، وايضا حكينا عن عمليات تجنيد الاطفال، وهون بيكون في عملية استغلال لحد كبير للوضع المعيشي مثل ما بتعرفي حضرتك بشمال غرب سوريا، واستهداف للنازحين، وهيك بيتم يعني تجنيد هؤلاء الأطفال ب طيب ذكرت نقطة أستاذ فضل سأعود بها أو سأطرحها على السيد عاصم. يعني اليوم يتم تشبيه سجون الجولاني بسجون ميليشيا أسد، هل تعتقد أنه من العدل هذا التشبيه ونحن نتحدث عن آلاف المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ميليشيا أسد، بينما يعني تحدث التقرير عن 28 شخص قتل تحت التعذيب في سجون الجولاني، هل ترى أنه المقارنة دقيقة أو هذا التشبيه هو دقيق؟ والله يا أنسي أحلام، يعني بصراحة المجرمين بيتشابهوا بكل شيء، مو بس بالتعذيب، لكن أساليب التعذيب اللي اتبعتها هيئة تحرير الشام هي مشابهة لأساليب النظام، ولكن النظام يفوق هيئة تحرير الشام وغيرها الكثير من أساليب التعذيب. لكن هيئة تحرير الشام والمجرمين التابعين لها في بعض السجون استخدموا أساليب ليست موجودة عند النظام أساساً، متطورة جدا عن النظام. لكن نحن في حال المقارنة بين هيئة تحرير الشام أو بين سجون هيئة تحرير الشام وسجون النظام، لا مجال للمقارنة كأعداد وكسجون وكأساليب تعذيب، لكن متشابهين إلى حد ما في هذه الأساليب. وسابقا قبل أن تسيطر قوات النظام وروسيا على المنطقة الجنوبية من ريف إدلب، كان هناك سجن العقاب الذي سيطرت عليه حاليا قوات الروسية ونظام الأسد. هذا السجن استخدمت فيه هيئة تحرير الشام أبشع أنواع الأساليب التعذيب، أبشع أنواع التعذيب ذاقوا الضحايا بهذا السجن. عشرات الأشخاص الذين قضوا في هذا السجن تحت التعذيب، الكثير منهم عرفوا لاحقا بعد أن قضوا فترات طويلة في هذا السجن. فالتشبيه بين نظام الأسد وهيئة تحرير الشام، نعم فينا نشبه بيناتهم إلى حد ما، لكن هاي المشرفين على السجون هم مجرمين حقيقيين. المشرفين على تعذيب الناس وسجنهم بطريقة غير قانونية وبدون ذنب، البعض منهم بدون ذنب، هؤلاء لا فرق بالمسمى بينهم إن كانوا نظام الأسد أو هيئة تحرير الشام أو قسد أو داعش أو غيره، نعم. المجرم مجرم. طيب ولكن أستاذ عباس، هنالك من يرى أنه هيئة تحرير الشام تقوم بما تستطيع به في مناطق سيطرتها بما يخص الخدمات، بما يخص المدنيين، بما يخص يعني حالة الضبط الأمني نوعا ما، بما يخص عدم اقتتال الفصائل، بما يخص السرقات وما إلى ذلك. ألا ترى بأنه من الممكن إصلاح الهيئة بهذه الطريقة؟ أعتقد أنه القيام ببعض الخدمات هو أيضا يدخل في إطار الاستثمار الاحتكاري. اليوم
في حالة تأمين الخدمات، خدمة الكهرباء، خدمة الإنترنت، وخدمة يعني حتى خدمة الصرافة. اليوم في سيطرة كاملة تحرير الشام على هذه القطاعات، وحولتها من قطاعات خدمية إلى قطاعات استثمارية. بالنهاية هي تدر أرباح اقتصادية على تحرير الشام. في قضية ضبط الأمن، لا شك أنه هناك يعني نشاط مقبول في مواجهة خلايا تنظيم داعش، لكن بالمقابل حتى على مستوى الأمن هناك تقرير يعني في شهر 12 2021 قصد أكثر من عملية 70 عملية بين خطف واختفاء حتى من العصابات الإجرامية التي تقوم وتنشط بدافع الخطف وطلب الفديات. إذن الوهم الذي يعني يتكلم به البعض عن وجود حالة أمنية متقدمة عن تحرير الشام، هناك حالة من الكلام الإعلامي، بروباغندا الإعلامية عن إنجازات وكشف خلايا للنظام وخلايا تنظيم داعش، لكن حقيقة الأمر هناك حالة من الفلتان الأمني وعدم ضبط المنطقة. وعليه فرضا لو افترضنا أن هذا الأمر هو صحيح، لكن هذه الخدمات هي نفس معادلة النظام، أنا أقدم الخدمات وأقدم الخبز مقابل الاستبداد، مقابل القهر الأمني، مقابل الممارسات الأمنية، مقابل عدم المساءلة، ومقابل أنه أطلق يدي في اعتقال من أشاء وأخفي قسريا من أشاء، وهذا غير مقبول. هذا الشيء الذي ثار عليه الشعب السوري. إذن هو يعني حجة غير مقبولة وغير منطقية. سيد فضل، كيف سيتم استخدام هذه التقارير؟ إلى أي جهة ستقدم؟ ما الفائدة منها؟ الفائدة منها تعرية المجرمين وتعرية اللي عم يرتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري. هن هي تحرير الشام هي جهة مسيطرة، لازم تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا هي طرف بالنزاع، فلازم تحترم القانون الدولي الإنساني. وبالتالي إذا صار انتهاكات بحق سوريين، نحن بدنا نرصدها، نحن بدنا ندينها، نحن بدنا نستمر بالحكي عنها. يعني مثلا بالسؤال اللي سألتيه بالتعذيب، نحن أصدرنا مثل ما بتعرفي حضرتك تقرير واسع، حكينا عن 73 أسلوب تعذيب بتميز فيها النظام السوري، هي بتتشابه مع أساليب تعذيب هيئة تحرير الشام. بس هون مثلا بهذا التقرير رجعنا قلنا أنه في 22 أسلوب تعذيب هدول بتتميز فيهم الهيئة عن النظام السوري، يعني إضافيين. وبالتالي هذا كشف ما يقوم به المنتهكون ضد أهلنا وبلدنا. هذا أول شيء نوع من أشكال المحاسبة، وأيضا تعريض هؤلاء المجرمين حتى والمرتكبين الانتهاكات حتى ما يتم الخداع فيهم مهما قدموا، وحتى أيضا نحذر من خطورة الانضمام لهم لأهلنا وأبنائنا، إنه هذا أمر كل ما يختلط بالسواد هو سواد، وهذا هو التنظيم، هو ما زال حتى الآن مصنف من قبل مجلس الأمن ومن قبل اللي صنفه ب 2013 ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على قوائم الإرهاب. هناك خطورة، واللي بينضم له هذا أيضا يصبح مثله. فلهيك نحن هذا التقرير هو عم يخدم كل هاي الغايات. الآن إذا صار في مسار يعني عدالة انتقالية وصار عنا نحن محاكم محلية، فهون نحن بدنا نحكي عن محاسبة جنائية، بدنا نحكي عن تعويض لهؤلاء الضحايا اللي هن تضرروا من جهات أخرى غير النظام. أيضا هؤلاء تضرروا وأيضا قتل أقربائهم أو اختفوا قسريا أو حتى صودرت ممتلكاتهم. بأي آليات يا أستاذ فضل؟ الآليات هي حاليا المتاح هو بين إيدينا، هو اللي عم نمارسه نحن، عمليات الفضح. هذا لا ما بدنا نستخدم. طيب هل عمليات الفضح هذه يا أستاذ فضل من الممكن، لا أتحدث عن أنها يعني كافية، هل من الممكن أن تخلق آلية لهيئة تحرير الشام لأن تلتزم بحقوق الإنسان ويعني تتبع القانون الدولي؟ هل من آلية دولية لإلزامها بما يجب أن يتم؟ أنا أعتقد أنه من الإمكان دائما هناك هوامش بالإمكان تشكيل ضغط ورأي عام، وخاصة أنه هي عم تحاول الهيئة تكترث نوعا ما، خليني أقول بسمعتها، في سبيل نزع صفة الإرهاب عنها. خلينا نقول نحن أنه هاي الممارسات هي بتناقض أبسط، نحن لسه ما حكينا بشغلات عالية، نحن لسه عم نحكي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان اللي هي لازم تتحقق واللي هي عم تنتهك بشكل واضح. وبالتالي هذا هو اللي عم يحاول التقرير يعمل، هاي النراتيف. وبالتالي نحن بدنا نستمر بهذا الشيء لحتى
نحن نوصل ل يعني هداك مراحل لاحقة، المحاسبة الجنائية وعمليات جبر الضرر والتعويض وما إلى ذلك. بس طيب إذا ما إلى تسجلت الآن نحن بعيدين جدا عما نعم تتحدث عنه، العدالة الانتقالية، جبر الضرر والتعويض وما إلى ذلك. اليوم لدينا روسيا وميليشيا أسد يقوموا باتهام كل المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بالإرهاب، وتدعي بأنها ترغب بتطهير هذه المنطقة من الإرهاب. كيف سيتم استخدام ما يوجد من معلومات وحقائق في هذه التقارير لتبرير أي هجمات لاحقة على المنطقة؟ وهذا هو اللي بيتميز فيه الثائر الديمقراطي اللي هو طلع ليقدم حرية، وبالتالي نحن مثل ما عم ننتقد وعم ندين انتهاكات النظام المتوحش بنفس الوقت، وعم نقول وعم نوصفه انه هو ارهاب دولة وعم يستخدم ابشع اساليب الارهاب والتعذيب، ايضا بنفس الوقت عم ندين الممارسات اللي عم ترتكبها اطراف اخرى، انه هدول هن ما بيمثلوا اللي خرج له الثائر بال 2011 ليطالب بحرية لكل السوريين، لسوريا ولأهلها، وهذا اللي نحن بنطمح له، وبالتالي هذا هو إدانة للنظام نفسه اللي هو عم يقول إنه هاي الثورة إرهابية. لا، هاي الثورة مو ثورة إرهابيين، نحن عم ندين اللي عم يرتكبوه الإرهابيين، وعم ندين اللي عم ترتكبه أنت بذات الوقت، وعم ندين اللي عم ترتكبه الميليشيات الأخرى أيضا بالتوازي. ونحن بدنا وطن خالي من هي الانتهاكات، وطن هو يتجه نحو احترام حقوق الإنسان. طبعا فقط للتوضيح، يعني نحن لسنا بضد توثيق كل هذه الانتهاكات والحديث بها والإعلان عنها، ولكن يجب طرح الأسئلة اليوم التي يعني تتوارد للسوريين وخصوصا في ظل هذه الأوضاع. أستاذ عباس، اليوم الأستاذ عاصم، هل سيدفع المدنيين ثمن انتهاكات هيئة تحرير الشام، ثمن انتهاكات الميليشيات والفصائل أيضا المتواجدة؟ نعم، دفعوها ولسه عم يدفعوها، لا زالوا عم يدفعوها. لكن اسمحي لي بس أجيب فقط عن الفصل بين هيئة تحرير الشام والمدنيين بهذه المنطقة من وجهة نظر روسيا. كما ذكرتي، روسيا سيطرت على أكثر مناطق كانت معارضة لوجود جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام، سيطرت على معرة النعمان ولا يوجد فيها عنصر واحد من هيئة تحرير الشام. هذه اتهامات روسيا كلام باطل وهي شماعة أساساً الجولاني ربما طبعا يكون هذا عميل. الموضوع لا يختلف عليه اثنان يا عاصم، يعني روسيا ونظام أسد يتهم المدني الذي يمشي في طريق بالإرهاب، ولكن أمام المدني. هذه التقارير كيف يمكن النظر إلى ما تسعى إليه روسيا ونظام أسد؟ نعم، المدنيين هم الضحية الأكبر، إن كان لروسيا ونظام الأسد وإن كان لهيئة تحرير الشام. المدنيين يدفعون ربما ثمن الانتهاكات التي ترتكبها هيئة تحرير الشام بحقهم، وخاصة في الأونة الأخيرة بعد أن خسروا مناطقهم، معظمهم موجودين الآن في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام بالمخيمات العشوائية والمناطق الأخرى. نعم أستاذ عباس، كيف ستنعكس هذه التقارير على واقع الحال في مناطق هيئة تحرير الشام؟ لا أعتقد أن يعني عند تحرير الشام يعني أذن صاغية مثل هذه التقارير، هي تعتبر أن هذه التقارير مسيسة ولن يخرج منها شيء. والواقع حتى هناك يعني عدم ثقة من الحاضنة الاجتماعية بتحقق العدالة. اليوم نحن نشوف أنه اللي عم بتحاسب من الضباط المنشقين مثل مجدي نعمة اللي كان يقاتل الأسد، أما الناس التي يعني تعرضت للانتهاكات أو الظلم من الأسد أو من الإرهاب يعني لم يحاسب. وبالنهاية هم يعني عندهم قراءة، أو كما يقول بعض الخبراء أنه بالنهاية أي حل سياسي بالنهاية سيكون هناك مصالحة. ويعني زعماء الحرب الأهلية في لبنان اليوم هم زعماء سياسيين ويشاركون في إدارة السلطة ومحترمين بشكل كبير، والأمر يعني تحرير الشام لن تكون يعني بعيدة عن هذا المآل المتوقع. لذلك لا أعتقد أن تحرير الشام يعني تلقي بالا، هي تحاول أن تؤهل نفسها سياسيا، لكن ليس على حساب أخذ إجراءات أو توقيع على قانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان بحيث أو الالتزام به. ممكن أن توقع لكن لا يعني ذلك أنها ستلتزم به التزاما يفضي إلى زعزعة سلطتها في إدلب.
نعم أستاذ فضل، إلى أي حد هذه التوثيقات وهذه التقارير تمكن المجتمع الدولي الفصل بين المتورطين من هيئة تحرير الشام وبين المدنيين المجبرين على التواجد في مناطق سيطرتها، وأيضا المجبرين من الممكن على الانخراط في صفوفها في ظل الأوضاع المعيشية التي نعرفها جميعا؟ طبعا هي التقارير هي عم ترسم صورة لحتى نحن نوصل لهي النتيجة اللي أثرتيها حضرتك بهذا السؤال المهم، أنه أيضا هدول مغلوب بقسم كبير على أمرهم، وأيضا النزاعات عم تولد هاي الاحتياجات. نفس الشيء مو كل اللي بمناطق سيطرة النظام هم مؤيدين للأسدية، ولا بمناطق سيطرة قسد ومختلف المناطق الأخرى. هذا الفصل هو ضروري، هو مهم، لأنه كمان نحن هون بدنا نحكي به كيف نعمل آليات لاستمرار وصول المساعدات لهدول الأشخاص اللي هن بمناطق سيطرة هيئة تحرير الشام، المساعدات الإنسانية، لأن هون بيصير في تداخل إنه هل هذا يشكل دعم للإرهاب. وشفنا نحن توقف كبير، لهيك قلنا إنه سيطرة هيئة تحرير الشام عم تمنع وصول المساعدات بناء على مثل هي التقارير. كيف نعمل هذا التمايز؟ هذا مهم حتى كمان مو الكل يعني يتورط بانه هو مثل ما بنشوف نحن مثلا بمناطق سيطرة قسد في اتهامات كبيره كثير انه هذا مرتبط بداعش دون ادله. نفس الشيء هذا نحن بدنا نحافظ على اكبر قدر ممكن انه يكون في دقه ومصداقيه وموثوقيه بالمعلومات. هدول الاشخاص هم المتهمين والقيادات الاساسيه بهيئه تحرير الشام، هي ممارساتهم حتى الامور تنضبط، ما يتوسع الاتهام وايضا بنفس الوقت ما يقل. وهذا عمل يعني بالحقيقه كثير شاق، خاصه مثل ما ذكرت لك الصعوبات كبيره حتى عم يتم ملاحقه الناس على شهاداتها، على اي توثيقات عم تقدمها. وهذا بيدل انه هي الجهات هي تكترث، مو انه هي ما لا تبالي، لا، يعني بالحقيقه نحن عم نشوف وحتى بتوصلنا انه لاحقوا فلان على تعليق او على شهاده وشافوا مين هو الجهه اللي عطت والاحتماليه، وعم يقوم في تحقيقات حتى نشوف نحن مثل ما اشار الصديق عباس لمرحله قديش هذا الامن يعني متغول بحياه الناس وعم يشبه بالامن بمناطق سيطره النظام. ما بدهم حدا يحكي انه هي الانتهاكات موجوده او هي الممارسات او هيك هي التصرفات عم تتم، بدهم انه صمت مطبق. وهذا اللي بدهم اياه المنتهكين، انه هن يعملوا اللي بدهم اياه، وفوق ما هذا اللي عم يعملوه هن ما بدهم حدا يدينهم ولا حدا يحكي عليهم. هذه التقارير هي عم تجي لتفضح هذا الشيء بس بشكل يعني موضوعي، ما نكبر نحن الدائره ولا نقللها. نعم، شكرا جزيلا لك فضل عبد الغني مدير الشبكه السوريه لحقوق الانسان، كنت معنا من الدوحه. اشكر ايضا عاصم زيدان مدير فريق توثيق انتهاكات جبهه النصره، كان معنا من انطاكيا ومن اسطنبول. اشكر الباحث في مركز جسور للدراسات عباس شريف. بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه من هنا سوريا، بامان الله.